السلام عليكم الاخوان الاخوات، كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه واحد الاوديو اللي هو خطير جدا. فسعاد مازال كتخرج اوديوهات وفيديوهات باش تتاكد بان هي راها مظلومه، والهضره اللي كتقال عليها بان راه ما كايناش وما صحيحاش، كل شيء كذوب في كذوب. ف يعني فيديو خرجت به اليوم، وكذلك اوديو البارح اوديو، وكذلك اوديو واحد اخر. فهاد الاوديو هذا كيوضح بان يسرى كذبات، ما هذاك الشيء اللي كتقول على الام ديالها. يعني ما منه حتى شي حاجه، المراه ما يعني بعقلها كتهضر مرزنه كما شفتوا في الفيديو اللي حطيت قبيله، وما بها حتى شي حاجه، فقط هذوك التصرفات ديالهم هما اللي كيفقدوها اعصابها. وكما قالت هي راه ما خرجاتهمش في النص الليل، فخرجوا مع 9 ديال الليل، و9 الليل مازال يعني مازال الدنيا عامره. كذلك كاينه واحد النقطه اخرى، هي ان الزوج ديالها رامي ليها يسرى بحال واحد الطعم باش انه ياخذ داكشي اللي بغا، من بعد ما شاف سعاد جمعات راسها وما بقاتش كتقوم بداكشي اللي كانت كتقوم به، كتصرف وكت يعني السيد جالس لا خدمه لا حتى شي حاجه، وهي اللي كتخدم هي اللي كتقوم بكل شيء. صافي ملات من داك الجو، وبالرغم يعني من داكشي كانت صابره، ولكن التصرفات ديالو اللي خايبه اللي يعني فيديوهات سابقه راها كانت ذكرات شنو تيدير ليها الاعمال، قررت انها تنفصل عليه، وهادشي اللي ما بغيناش على قبل دوك الوليدات الصغار. للاسف هو دابا قال فلت واحد الدجاجه اللي كانت عندي بكامونه، غادي ندوز دابا للدجاجه الاخرى اللي هي البنت ديالو. مادام قناه حتى هي طالعه ما شاء الله غاده في المصير او في نفس المسار ديال الام ديالها، قال علاش لا ما نستغلهاش حتى هي ونجرها عندي، وبحكم انها هي الكبيره فجر معها حتى خوتها. وهذه هي يعني اليد اللي كيلوي منها سعاد هي ولادها. هاد الشيء هذا اللي مخلي الاخت سعاد مقلقه ومقلقه بزاف. وسمعوا اخوتي هاد الاوديو اللي خرجت به كتوضح فيه كل شيء، سمعوه وغادي نرجعوا. يستغلها ويشري على ظهرها شي دار واحد اخرى، تخدم مع واحد 6 شهور ولا عام ماكسيمو على حساب شنو كاين، ويديروا فيديو هو وياها وانا لا عارفه شنو كاين. يا واش نقول لك، داها غير باش يستغلها، حتى كيتلاهم كانت شحال هذه كتحل لهم الباب، كانت كتسبق عليهم. اقسم لك اقسم لك يمينا كتسبق عليهم الماكله كاينه في الكوكوت، وكتقول لهم ما كايناش، كتقول لهم ما تحزوا لها هذيك الماكله ديال عمكم، وخا يكون فيهم جوج ما تعطيهمش. الحمد لله كانت ماماهم انا كيجيو للثلاجه ويلقاوها عامره وياكلوا ويشربوا، شبعوا عندي بزاف وبغاو يبدلوني، وهذا هو الجزاء ديالي، شبعوا. وخصوصا يسرى هذه فاطمة الزهراء ما تنهضرش عليها، غير تابعه الله يرضي عليها. فاطمة الزهراء انا راضيه عليها، راضيه عليها الرضا ما عنده حدود. فاطمة الزهراء الرضا ديال الدنيا ودي راضيه عليها شي، فاطمة الزهراء هذه هو اللي كيقول شنو تقولي، ما كتصرح ليا، ما كتطعن فيا، ما كتعايرني، ما حتى شي حاجه، هما اللي شدوها وقالوا لها قولي. اما انا عارفه الحقيقه كلها، فاطمة الزهراء عمرها نهرتني بنيتي مسكينه، فيما الا كنت مريضه جيت بوسمنت عنقني وكتحن فيا وحنينه فيا، وهي اللي بزاف د الحوايج على يدها وصلت ليهم انا لهذا الوقت هذا. يعني يسرى اللي خارجه في صفهم وخارجه في عودي وبصيفطينها لي ترونسفيري تعذبني، هما على يديهم كيقولوا لها شنو دير لي، وكتطبق داك الشيء كتطبقوا بالحرف الواحد اختي. مليون على كيعطيه 60 كيعطيه 40 كل واحد شنو كيصيفط له، هذا الشيء هو كيطمو كيتعب له، ولكن قلت لك وفلوس يسرى ما خصوش يخليها لها، خصو يتركها، خصو يشري بها دار ويقول لها سي بنتي حنا ما عندناش وحنا كدا، ويلعب لها على العاطفه ويلعب لها على البكا.
ويبين لها انه هو مهضوم في الحقوق ديالو معايا انا. والمهم يستغلها ويستغلها الظروف اللي انا وياه فيها ويديرها رزقها. بزاف. هو علاش باغي يديهم؟ باش يطلب بيهم؟ كيقلو كيسعاو كيعيطو لهم الناس تيقول لهم واش كي وحنا ما عندناش، حنا ما والو، ما عندوش هو الصحة، ما راجلش، غير سميد رجلة خسارة، ما كاينش رجلة. واش الراجل اللي جلس على عرس اليوتيوب هو بكامل الصحة ديالو، بكامل الصحة، ما فيه سكر، ما فيه قلب، ما فيه طونسيون، ما فيه شلل، ما فيه حتى شي حاجة، ما فيهش شي عاهة، واش هادي رجلة يبدي؟ اه غير ديه اللي انا مرتاح سميت اللي كنت سمحي لي عفوا داك السماره. انا اللي شي يدي تقولي دير جاي، حيت كنخدم كنشقى ما تنحبش على وليداتي. هو لا يديه الطبيب بحال يدي الماء، حيت كتخصو غير راحه وخص اللي يعطيه، خصو هم مزيد بحال اللي يعطيهم. ما عندناش والوليدات والمراه راها زعما رجعوني حمقه، والمراه حماقت وشوف شنو دايره لولادها وباش يدي الولاد. واش نقول لك راه بزاف الحوايج، كل مره كنتفرق تفكر شويه وكنهضر. إذن كما سمعتوا خوتي، ف سعاد يعني كتقول بانه كيستغل ولادها باش يسعى بيهم من عند الجاليه المغربيه اللي بالخارج في القناه ديالو، تيقول شوف الحاله اللي دايره ليهم هم، شوف، وتيقول لهم قولوا حنا ما عندناش، باش كل واحد وشنو كيصيفط ليه على حساب القدر ديالو. وكتقول بان علاش ما يخرجش يخدم، علاش داير هاد الحاله في راسو وفي ولادو. كو كان في صراحه كو كان تيخدم ما غاديش يلتجئ لهاد الطريقه هادي. لحقاش الراجل ملي يكون تيخدم تيجي عيان، تيدخل تياكل، المهم تيقلب على الراحه ديالو في البيت ديالو، والمهم خصو ينعس، تيجي عيان من الخدمه خصو ينعس، ماشي بحال هكا تيقلب على يعني الطريقه كيفاش انه يطلع قناته. والام ديالو كذلك، فالبارح بثلاثه القنوات بثلاثه حطوا نفس الموضوع، هذاك المشكل، وكما قلت لكم الكاميرا محطوطه وكيصوروا الحوايج مدخلينهم، يعني بحال اللي كيوجدوا، كانوا موجدين داكشي باش انهم بحال شي فريق ديال التصوير كيوجدوا باش انهم يصوروا شي عمل مهم سينمائي او مسلسل، يعني باين داكشي. فالله يهدي ما خلق هادشي اللي غادي نقول. انا بصراحه ما كنجي من حتى شي واحد، انا تنجي من الحق، هادشي اللي بان ليا وهذه هي الوجهه النظر ديالي. والمهم انتم حتى انتم ليكم واسع النظر، وغادي تخليو تعاليق دائما كما تنقول لكم. كنتمنى اخوتي ان هاد وجهة النظر تنال الاعجاب ديالكم، واللي ما عجبتوش الفكره يخلي ليا التعليق ديالو. وبسلام عليكم.